درسناه عن ابائنا واجدادنا ولليوم شغالين هاي احنا فيه الحمد لله، وبننزل بنشتغل حلقوم زي ما انتم شايفين، مكونات سكر ومية ونشا طبيعي يعني على النار بعد 4 ساعات، وبعد 4 ساعات بنستناه بس يبرد لتاني يوم وبنقصقصه وبنعبيه في باكيتات. طبعا هذه الصناعة معروفة لدى كل فلسطين، ان حلقوم الخليل قديم جدا ومشهور الحمد لله، والناس في رمضان بيجوا بصير اقبال كبير كثير قوي عليه في رمضان، لانه عدد سكان الخليل كلها يعني سكان الخليل كلها بتنزل على المنطقة وبرا الخليل، يعني بيجوا من المكان كل حدا بيجي على حرم الا ياخذ حلقوم الخليل. احنا رسالتنا للناس ولوين مكان يعني في الضفة كلها انه ينزلوا على الحرم، لانه واجب وطني عليهم انه يزوروا الحرم ما يخلوهوش للاحتلال، وانه يتسوقوا من البلده ويشتحوا الامش ويدعموا سكان البلده القديمه.